لو سألت مشجع زملكاوي من أفضل مدرب للفريق في العشرية الأخيرة، فإجابته بلا شك ستكون البروفيسور فيريرا. إجابة مشجعي الزمالك وأنصاره في كل مكان تحمل جزءاً كبيراً من الصحة في ظل نجاح البرتغالي في حصد الثنائية المحلية الدوري والكأس للفارس الأبيض موسم 2014-2015 للمرة الثالثة فقط في تاريخ النادي الممتد على مدار أكثر من 100 عام. نجاح فيريرا مع الزمالك لم يكن على مستوى النتائج فقط، بل على مستوى الأداء أيضاً، حيث ظهر اللاعبون تحت قيادته بمستوى مغاير تماماً لما كانوا عليه، سواء قبل توليه المهمة أو عقب رحيله عن الفريق. إعلان مسؤولي الزمالك عن التعاقد مع فيريرا لقيادة الفريق خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل بسبب سوء النتائج، بث حالة من السعادة بين الجماهير البيضاء في ظل حالة العشق المتبادل التي تجمعهم بالمدرب البرتغالي الذي دائماً ما يتغنى بعلاقته الجيدة مع الجماهير. عودة فيريرا ستجعل الجماهير تلتف حول الفريق واللاعبين مرة أخرى في ظل ثقتهم المفرطة في قدرات العجوز البرتغالي، وهو الأمر الذي سيوفر الدعم اللازم لنجاح البروفيسور في تجربته الثانية مع الفريق، تجربة ستكون مختلفة تماماً عن نظيرتها الأولى في ظل الموقف الصعب الذي يعيشه الزمالك. ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد نقطتين وبفارق 5 نقاط عن بيترو أتلتيكو الأنغولي صاحب الصدارة، وذلك قبل 3 جولات على نهاية مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى فقدانه 8 نقاط في الدوري بعد مرور 10 جولات فقط من المسابقة. في المرة الأولى التي جاء فيها فيريرا إلى القاهرة، قاد الزمالك للفوز بالدوري والكأس وقدم نتائج جيدة في البطولة الإفريقية. فهل ينجح المدرب البرتغالي في تكرار إنجازاته في الولاية الحالية، أم أن المعطيات المختلفة ستؤدي بلا شك إلى نتائج مختلفة؟ هذا ما ستكشف عنه نتائج البروف كما تلقبه جماهير الزمالك.